أنت نعبد لكم لأن يا سفر خيرو وقود هنا دموين كقول كبر خيبتوت تودين كودة كارهان دموين كشوان غير وقت الفن غير وقت الفن دموين بردين غير وقت الفن دموين غندلة تودين كودة مركا مراسان صوم الرأي مدو أفر بلية عاو كشان وحن جبنا دموين كشوان بانو حلو سوى هو يمي أنت سفر قوام يمكن سواه سفر كدورة زمان بسوي جري تنوم يسرحوي وكور جنيد حارة الدموي كي تولي داس كسويين يعني ومارت لوجه بس الحدود مرسو بغرنا دفك السعر النبائي عن حارة ودفت أو كور الله لسه وجاهنا وحي قوان أنت لوجه هي هاي دلاتوين أولاديت أو بيرو ولا راي دمون سكشون كده هاي هنا راح نتنو وانت شركة هالك فلوتان كيسان فروك كيف قاله فالحمد لله تاسنا وخبور السنة أنت سبحان الله هاي احنا رضا قدام بايس كده هاي ووقت هاي ميرا الالي يكسب حسن وطولين وبرية فدا قدر عدواتين بايس كده هاي سكتر سبي عيرال بازيبي دمو ميارد عيرقال دمو لقد دركة تسانة عيرف كبري دول كبري حدود كي سكر تفوت كتال وميارد انت الخيرات كميد كي فوحية عانكو وميارد عانا احيال هنكا كو الله متقرنية كو الله يدوين كدع عيرزيبي انا براه انت السوحة لنا وانت عن حوالك عدو صفر وانكو بوري سنك سيدا طلب لديدي نوريك عصب مثل نوود من سيب قاهي كنو نقعد سبعين بي الله قضا وانا قعد سنعي كان باني خيري قاع كميني وفرنت الكروب وفنتي نقعد قلابي عين كفي كميكي عقبت بعضا خد عليك حواي سفتاك بعد عاية فنت عاصم اينا نصوح حلين ويغنى وان هو بولي سنعي أبو أرسل بدن أنه عاصة يددك باهية بينا سيوغا أنه هو أنه حارت وان سوار أنه وأنه هو مجيبسنا الشركة سكشوان كنا وضعين تبدأنا ولا لا أنا ما أنتان فري ساكار هنك كفري سنو كل الله وصوك يبقى ليو ميزان يمين قلع إن شاء الله وحنا دينا أيام أسوس عبر هين حوشا سد عفد بريسة كبتون دولنا وضعين تبقى أنه كسونا عندنا أتعلم عندما حاسا سفرخي وكسر اسماء مسافة دير وإلا الأفغر كنتم كيرو من ترع وانو مرحي قدرت على جدس كلوك وحوايستان ميرا عالمي للمرمرة لكن بنت لان مرك اللي لادو بحدة إذا مركا بوصاس كسب حبري ودغا غضو انت اسو مسافة بغلال كيرو من ترع ترع سنوك واتغامين درجر قلوا بدا ما كجرى مركا تورويم بدانا إلا قوري تون ترع وانو مرحي واي يا قدومي واي يا دك الله تو حباهي ودن سوغادو ويار وخيت ابو غرام حوار كذا وني كرهتنا ان شاء الله دغدغ وان خوف وان بين عبد الله واي يا قدومي ان ديغانادي اد سو مرتين انتيدان اسكو شوبن تگين dadku waxyaabaha idin soo gudbinayeen ama baahiyaha soo gudbinayeen maxaa kamid aha oo aad xalinseen ama balan qaadi u sameysteen dadka hadda baahida hadda ugu badan waa garan ka dhaayo markii horumar la gaaro ama horumar la helo waxa loo daayay waa in la helo kala dambeyntii amnigii iyo booliskii maxkamaddii marka meelo badan oo runtii ah rugo booliis lahayn booliis loo sameeyo amni loo sameeyo dadku aad u codsanayeen maxkamadii la keeno sharciga la keeno degmooyinka xoogaa u kala fogfog yihiin tuulooyinku waa badan yihiin marka waxyaabahaas insha allah hadii wax la socotay dawladda tan waxyaabaha ku guuleystay xaqiiqda waxa ay ciidamada hadda ciidamada booliis baan ku baray waxa ay sheegay insha allah baayaas aan ka jawaabi doonaa sidoo kale meelo badan iskuulada iyo waxaas oo qaybada ka xiraayeen waa jireen meelo badan oo baahiyaha diyaha waa jiraan inkastoo aad biyaha kaalada horumarinta biyaha aan uga mahadcelinayo dadana muxsiniinana oo daarintaa iska xirinayo aan uga mahadcelinayo أنت بيا حق وصاري لكن باهيه كنت باهيه واجران لكن محمد لو يصنع دورك بس نبي وحق الله يغطي باهيه كل شدة وحن رجين إن شاء الله باهيه اجران على الدور كما دعا الله واي هاي مركان كان لما دين عباهيه يو بلشد الله كلانتين أنوصو الله بنا شركة اسكشوبان ما أنت آتفرتين مامولك هان قول كبري مركان لغي يمادو
ayaa ismoo ka qayb galaya shirkaasi aad u dhigteen beelahaas? Shirka waxaa hoggaaminaya guddi xuqaara oo dhowr iyo toban xoog weyn oo xuqaasha gobol Puntland oo dhan runtii October halka ku sugnaa. Waxaa kaloo hoggaamin doona ku jira wasiirada dowladda ka tirsan madaxweynuhu soo magacaabay Tarsi Cabdullaahi Dali, maamulka gobolka, degmada cuqaashi oo dhan deegaanada dhan baa la sheegay si ballaaran buu ahaa. Dadkaa dadka dhaqamay leeyihiin markii meel xoogaa wax ka dhacaan carabi labadan baa isugu dhow isqaniinaan inay kisoo gurmadaan oo nabadda isugu gurmadaan oo gacanta iska qabtaan colaada oo wanaagga isugu baaa. Ama kashinkaas si wanaagsan buu ku furmay oo mug iyo miisaan leh insha allahu dhaqsana waa soo absarmi doonaa haduu alla dadku ahaayeen baaran rajeynayaa intii si soo noqonayso hidowgii walaalnimadii maantana meeshay ka muuqatay sida la isugu soo yiloobay bega bushaahedoo la kala maqnaa sidii camal la isugu yiloobay. Insha allah waxaan rajeynaynaa nabad iyo guud la gaari doono haddii Allah.